أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حوار خاص جديد. أهلا وسهلا. حوار الليلة بنتكلم فيه مع حضراتكم عن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأيضا هذا الاتجاه من جانب الدولة بيتم من خلال محاور متعددة، أبرزها المبادرات اللي موجودة في كل مكان على أرض مصر، وكمان المعارض المختلفة. هنشوف مع حضراتكم في هذا الحوار الدور اللي بتقوم به هذه المبادرات، وآلية تنظيم هذه المبادرات وكمان انتشارها على مستوى الجمهورية. في هذا الحوار اللي برحب فيه مع حضراتكم بضيفي الأستاذ أحمد المنوفي، مستشار الغرف التجارية وأحد منظمي مبادرة كلنا واحد. أستاذ أحمد، منورني. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك. اسمح لي نتواصل سويا ومع حضراتكم مشاهدين الكرام، ولكن بعد قليل ابقوا معنا. في محاولة لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، قامت الدولة بإنشاء معارض أهلا رمضان في أنحاء الجمهورية، مساهمة منها في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. وزارة التموين أكدت توافر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى 30%، موضحة أن معارض أهلا رمضان تشهد إقبالا كبيرا للغاية، حيث يضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت واللحوم والخضار والفواكه، بالإضافة إلى بيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه ويميش ومستلزمات شهر الكريم. وحرصت وزارة التموين على التواصل مع العارضين والتأكد من توافر جميع السلع والإعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم أمام المواطنين، مشددة على استمرار المبادرات لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف عن جهل المواطنين والاستعداد للشهر الكريم. تأتي تلك الجهود بالتوازي مع الجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع في الأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بتلك المنظومة، كما تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض لرفع العبء عن كاهل المواطنين. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي في هذا الحوار الأستاذ أحمد المنوفي، مستشار الغرف التجارية وأحد منظمي مبادرة كلنا واحد. برحب بسيادتك. أستاذ أحمد، أهمية المبادرات في حد ذاتها والمعارض؟ أولا أرحب بحضرتك وبالشعب المصري، كل المشاهدين كل عام وهم بخير. أهمية المبادرات ديت في الوقت الحالي بالذات في المواسم، إن في التجارة المبيعات بتزيد عامة في شهور المواسم. المبيعات تصل أحيانا إلى 300% في الشهر شعبان. العام دوت الحكومة بدأت في المعارض، الدولة بدأت في المعارض أهل رمضان كلنا واحد في وقت بدري شوية. أهمية المعارض بتوفر سلع بكميات كبيرة عشان السوق الموازي. سبب المعارض دي في السنين دي ظهرت بكميات كبيرة بأماكن كتيرة، ان حصلت ظروف روسيا واوكرانيا والكورونا قبل كده، دي اللي خلت في خلل في السلع او في توافر السلع، فبالتالي الدوله تدخلت ان تعمل معروض زايد. المبادرات دي هي
إلا إن هي معروض زايد عشان يوازي السوق التاني في الكميات. طب المبادرات ديت وفرت سلع اللي هي الأساسية اللي الناس بتدور عليها مثل السكر، الزيت، الأرز. والأرز لنا كلام فيه برضو مع معاليك، إن كان الأرز كان مسعر وتسعيرة جبرية، وقلنا قبل كده كانت التسعيرة الجبرية هي أوتوماتيك بتخلق سوق سودة. ولما حصل السوق السودة اللي بالنسبة للأرز قفلت الناس على الشعير، وتجار الشعير قفلوا عليه، ومعظم الناس قفلوا عليه، المضارب ما كانتش بتلاقي شعير عشان تنتج. فمعالي السيد رئيس الوزراء والسيد معالي وزير التموين لما ألغى القرار التسعيرة الجبرية، لما اطمئن على إن الموسم الجديد قرب علينا خلاص والمرحلة اللي باقية مش كتيرة على الإنتاج الجديد، فألغى التسعيرة. اللي حصل بعد إلغاء التسعيرة في الرز، وكل طبعا الناس فاهمة كلامي، أنا بتكلم كلام واقع من السوق ومن التجارة، إن اتلغى في توقيت في مواسم. فحاليا اشتغلت مضارب مصر كلها، ما فيش مضرب مش شغال النهاردة بينتج رز. وده قلنا قبل كده ان كثره المعروض بتقلل الطلب شويه او بتنزل السعر. لا لا، بس هي اشتغلت لان التسعيره الجبريه تم الغائها. مظبوط يا فندم، اول ما التسعيره الجبريه تم الغائها المضارب كلها اشتغلت. وما كانوش بيشتغلوا ليه قبل كده؟ قبل كده عاجبهم السعر. لا، كان تجار الشعير رافعين السعر على المضرب، والمضرب ملزم باسعار تمام تسعيره، فبالتالي لازم يبيع بسعر معين، فكان بيدخلش في مشاكل قانونيه. فلما التسعيره الجبريه اتلغت، اي نعم حاليا في السوق الرز زاد نسبة سعره شوية، بس تواجد جميع المضارب تواجدت. حاليا أنا اللي أنا شايفه في السوق إن معظم رجال الخير ورجال الأعمال قايمين بمبادرة جميلة جدا اللي هي بيطلعوا الصدقات أو زكاة مال، شغالين على السلع الأساسية بكميات كبيرة. وإحنا في مبادرة كلنا واحد وأهل رمضان، في عندنا في المعارض أماكن استراتيجي فيها كميات كبيرة، بقينا نوفر للناس ديت الكميات اللي هم عايزينها من السلع، الرز والزيت والسمنه وكده في شنط رمضان. خليني بس اسالك يا استاذ احمد، انتوا خلينا نتكلم على كلنا واحد، لما بتفكروا انكم تعملوا معرض في محافظه او في مركز من المراكز، ازاي بيتم عمليه التنسيق بين كبار التجار وبين يعرض منتجات كتير باسعار اقل وتكون الكفاءه بتاعتها عاليه، يعني منتجات جيده؟ يعني البدايه بتيجي منين؟ البدايه بتيجي هو تنسيق مع الاداره العامه لشرطه التموين بالداخليه، عشان في اشراف تام من الداخليه على السلع اللي بتتعرض في المعارض والشوادر، لان دي طبعا معارض وشوادر بيشترك فيها التجار وبعض المنتجين. وقامت حاليا الشركات شركه المنتجه معانا، فبيقوم التنسيق مع التجار او الشركات ان يبيع مباشر من المصنع دون حلقات، ياخد بضاعه من المصنع ويبيعها في الشادر او القوافل بدون حلقات إضافية. بس دوت برضه أنا بضيف برضه المبادرات، إن إحنا محتاجين المبادرة تكون في كل مكان، في كل محل، في كل عند كل تاجر. المبادرات دي مسكن قوي في المواسم اللي زي كده، بس إحنا عايزين كل التجار وكل الشركات، وخاصة في بعض الشركات بترفع القوائم بعيد عن حتى ارتفاع سعر العملة أو الكلام ده كله. وشفنا في التجارة في السوق الوقت الحالي إن بعض السلع بدأت تتراجع عشان دخلها هتخش إكسباير أو رفع سعره زيادة عن اللزوم. المستهلك المصري حريص جدا وواعي، لما مرتبه ثابت وطبعا الدولة زودت مرتبات، بدأ يتخلى عن سلع كتير، بدأ يدخل في الشوادر والقوافل إن ياخد السلع الأساسية. السلع الأساسية موجودة، وبقول برضو لبعض الشركات وبعض التجار، والموسم كله الضغط عليه الايام دي في السلع الاساسيه ده كلها 15 يوم، وانا براهن ان سعر الرز اللي جاي اللي على المستورد اللي جاي من بره مصر هينزل السعر. حاليا في نزول بقى لنا يومين في العرض الشعير الرز على المضارب وسعر الرز الابيض، في نزول بقى لنا يومين. وبقول برضو لتجار الشعير والارز، انا عايز اقول كلمه، يعني كفايه بقى كده، يعني الموسم خلاص عدى والخزين خلاص كده، وهي بلغت الحلقوم بالنسبه للاسعار، ما تراهنش على المستهلك اكتر من كده. ما هو بس الفكره مش الرز بس يعني يا استاذ احمد، يعني في حاجات تانية كتير. ما هو برضو انت هتتكلم على الرز النهارده، نزل الناس هتقول لك طب الزيت، طب يعني في حاجات كتير كده. نتكلم نخش على الزيت والسكر والسلع التانية. بالنسبه للسكر الحمد لله احنا عندنا في مصر الانتاج المحلي يكفي مصر كويس قوي، وده بنشوفه في التجاره متوفر عندنا وفي المعارض. غلي ليه السكر؟ طيب بص يا فندم، هي بالطبيعه بيجي بعض الموزعين الكبار او الشركات الكبيره او في المواسم والحاجات زي كده في ضغط شويه في الاسعار، فبيضطروا يطلعوا في السعر شويه عشان المواسم. انما لو المستهلك رشد مسحوباته
خد على قد احتياجاته. احنا عندنا السكر مفيش فيه ازمه طول العام، ولا الرز يبقى فيه ازمه، بنحتاج بس الترشيد فيهم. السلع المستورده مطلوب ان احنا في مصر يبقى عندنا ثوره زراعيه، تنميه زراعيه حقيقيه لخمس سلع اللي هم كان الفلاح بالظبط بيطبع دولار ويسلمه للدوله. فول الصويا، عباد الشمس، القطن عشان ناخد منه الاعلاف، ناخد منه مكونات الدواجن، ناخد منه للحوم، يبقى اكتفائنا ذاتي. الذره الاصفر، الذره الابيض، الحكومه وبرضه من منبر معاليك بنقول للفلاح هذا العام احذر شويه من المقموره انك تضيع محصول الذره بتاعك اخضر. الذره الصعب باسعار عاليه، والحكومه ضمنت كمان ان ممكن ترفع الاسعار لو الاسعار العالميه رفعت، بس حط الضمان لسعر اقل السيد معالي رئيس الوزراء عشان الفلاح محتاجين ندعمه في السلع الاساسيه اللي بتوفر لنا العمله الصعبه. تخيل معاليك لو احنا بنزرع فول صويا بكميات كان زماننا ما نحتاجش لازمه الزيت مفتعله عالميا. انا بتكلم وانا كلام انا عارفه كويس ان الشركات العالميه الكبرى على الشركات وبعض الشركات مش كل الشركات بتتعمد قفل الانتاج سنه طول ما في ارتفاع في السعر. احنا عايزين نرشد استهلاكنا عشان خاطر ما نقولش من هنبطل المنتج، بس احنا بالرؤيه التجاريه بتاعتنا وشايفينها بنقول الكلام ده على رؤيه. انا كنت في معارض دول خارجيه كنت بقرا مع المصدرين الحته ديت، تكلموا في اسعار ده كده غير، يقول لك لا ده انت عندك في السوبر ماركت بينباع بكذا، يبقى اصبح المصدر او الاجنبي او بيراقبك انت بتبيع بكام. فلما بنرفع السعر بنرفعه على انفسنا، مش ان احنا بنرفع السعر على كده. فاحنا بنقول احنا محتاجين سلع اساسيه زراعه معينه تزرع في مصر. السيد الرئيس والحكومه بتدعم دلوقتي الزراعه في محافظات كتير وشفنا في نمو فيها. عايزين نزرع فول صويا، عايزين نزرع القمح ونشجع الفلاح وندعمه في القمح وفي الذره الصفراء، فول الصويا، القطن، السكر، والحمد لله السلع ديت هتعمل لنا راحه كتيره. المطلوب للشعب حاليا دلوقتي والمستهلك كل بيت النهارده بنتكلم، انا وانا بمر في المعارض وعندنا المعارض والمحلات وفي الاسواق براقب الاسواق، انا شايف اولا سوق الخضار، شايف الاسعار في سوق الخضار. انا كنت في سوق العبور ليا يومين بتابع في سلع كتير في سوق الخضار بتطلع بسعر رخيص جدا، مش عايز اقعد اذكر اسعار بتطلع في المزاد اللي على يعني اسعار طالعه رخيصه. عايزين الحلقات بقى الساده البياعين القطاعي والكلام ده كله يقرب المسافات. ما هي لازم تكون في آلية يا استاذ احمد، لازم يكون في سيستم علشان الناس تمشي فيه. يعني حضرتك بتتكلم الاسعار الخضروات بتطلع بقى يعني برخيصه جدا من اسواق الجمله، هي الاساس انها بتوصل للمستهلك بكام؟ احنا نتمنى يكون في القنوات الاعلام اسعار استرشاديه منها للسلع المحليه وحتى السلع المستورده استرشادي كده يعني. وحتى لو هل التجار هيلتزموا بالاسعار؟ ما انا اقول لسيادتك على حاجه، اولا كثره المعروض بتنزل السعر. النهارده المستهلك بقى عنده مشكله الغلاء الاسعار، ودي مشكله واضحه في كل مكان عشان احنا مش بنزايد فيها، لا هي موجوده عند كل حد، وكل واحد بيرجع بيته، لان شفت انا في الاسواق وفي المعارض الزوج والزوجه بيبقوا واقفين يتفاهموا دلوقتي نشتري ايه وما نشتريش ايه والكلام ده. عجبني الكلام ده، شفت انا بنفسي في المعارض الناس اتجهت للسلع المحليه زي البلح. فوجئت لقيت الشراء الضغط على البلح المصري الاسواني والوادي بكميات كبيره والاسعار جميله محترمه من بدايه الاسواق طالعه من عندنا من 12 و15 و20 جنيه من بدايه البلح. بداوا يبعدوا عن السلع المستورده في مش رمضان. انا ليه هروح اجيب لفه قمر دين بتقول لي ب 100 جنيه مثلا بالسعر وانا عندي حاجه بديل مصري او اي بدائل اخرى ارشد استهلاكي؟ ارجع للسلع المصريه، ابعد عن المستورد على قد ما اقدر عشان اوقف غلاء الاسعار، لان احنا اللي الشركات بتراقبنا، بعض التجار بتراقبنا، بعض المستوردين، بعض المصدرين من الخارج بيراقبوا السوق انت محتاج ايه وعندك ازمه ايه، ما بيرحمكش بيزود عليك فيها، ده الخارج بيعمل معاك كده. طب احنا نعمل مع نفسنا كده ليه؟ احنا انا شايف ان في مبادره جميله، الناس وصلت للمستهلك الفقير ان بقت تودي له الحاجه ببلاش لحد البيت. يعني رجال الاعمال دلوقتي والناس المحترمين ما بدورش ان يعمل في ياخد من الخيمه يدي الفقير مثلا رخيص، لا ده خليها له زيرو سعر، صفر سعر، تروح له هديه. ما هو مفيش مجتمعات بتقوم بالشكل ده يا استاذ احمد، يعني مفيش حياه مجتمع بتقوم بالشكل ده. انا بقول على الفتره الحاليه على رجال الخير يعني. لا انا بقول على الفتره الحاليه زي ايه معليك، هضرب المثل حاليك حاليا. حصل عندنا فجوه في الدواجن ورقبنا ده في الدواجن الفتره اللي فاتت، توقع سعر الدواجن في الوقت ده انا راجل كنت متوقعه ان هيزيد بسبب كانت ازمه علف من فتره. طبعا وارد اي دوله يبقى فيها ازمه فتره وحلتها الدوله الازمه وافرجوا عن الاعلاف. الفترة ما نزلتش ليه الاسعار بقى؟ فاقول لسيادتك طول ما في فجوه في السوق ونقص في المنتج مش هتقدر تحكم المستورد او الموزعينه او بعض التجار.
خلاص بتنيه ضاغط عليها. طب انا اوقف الفجوه دي لما حصل ودخل الفراخ البرازيلي فرصه لحاجه، يعني الناس بصوا من منظور للدجاج ان نزلنا السعر بتاعه، لا انا بصيت حاجه تانية، نظره تانية. انا هنا لو نزلت دجاج لمده شهر في مصر برازيلي، انا كده وفرت علف وازمه علف لمده شهر عشان ابتدي انتج، لان انا مش هعتمد على البرازيلي، ولو اعتمدت عليه كليا او كده هيجي يوم المنتج المصري اللي عنده عماله وعنده مزرعه وعنده ناس لو ركن وما اشتغلش هيحصل ازمه تانية في البطاله، دمرت صناعه وما اضمنش المستورد في يوم من الايام يعمل فيها. كلام مظبوط، لان صناعه كبيره كمان صناعة. انا عايز اشجع صناعه الدواجن في مصر، ان بدايه احنا نلحق الوقت معانا نزرع يعني مكونات الاعلاف عشان الثروه الحيوانيه كامله، ازرع كل الذره والصويا والكلام ده كله عشان كمان انمي. هو ليه البرازيل بعتت لك دجاج مش فايض عنده؟ طب ما ليه ما انا ازرع وانمي ويبقى فايض عندي في السلع الاساسيه بالذات. اي دوله لازم تكون قويه بالسلع الاساسيه، عشان النهارده الحرب في العالم مش غذاء، مشكله غذاء كله دلوقتي. ما هي المشكله يا فندم ان الناس اهتمت بوضع استراتيجيه متعلقه بالغذاء، انك انت من البدايه تدعم الفلاح، تحط اساسيات، تحط خريطه زراعيه، وبالتالي ترجع تكلم الناس على انه لازم يزرع وما يزرعش، لكن ما تسيبش الناس باسعار هزيله جدا وتقول له لا انت ما زرعتش ليه. انا عجبني السنه دي عمليه حد امن لسعر الذره والقمح. ان الدوله جت قالت ايه، انا هديك حد سعر امن للقمح سعر كذا، ولو السعر نزل عن كده انا ملتزم بيه. طب ولو زاد؟ الدوله هنا لازم تدعم الفلاح عشان يوفر السلع دي، ولازم في استرشاد من الزراعه ومن الجانب الدوله ان هنزرع السنه دي قمح، احنا معاكم في القمح، دعم في اسمده، دعم في سعر، دعم في اي شيء عشان انا محتاجه. انا اعتبر لما بزرع السلع دي انا رايي بطبع دولار في بلدي، ان انا بالسلع دي بتوفر دولار، هي اللي عامله الازمه. طب مش هتحصل لي ازمه اما هنقول نزرع قمح وذره بس؟ لا، احنا عندنا ثقافه ثانيه. الخضار في مصر بالطبيعه الفلاحين في مصر والمزارعين بيزرعوا طبيعي، ده ما فيهوش مشكله خالص، بس احنا اللي نشتغل على الزرع بتاعنا في مصر كمستهلك من المواسم بتاعته. ما اخدش زرع في موسم غير زرعه، انا كمستهلك اوقف الغلاء ما استهلكش الا في موسمه. طب انا الفلاح، انا لما ادعم الفلاح دعمت الدوله، دعمت بلدي، دعمت المستهلك. النهارده في مشكله في اللحوم، مظبوط؟ تمام. طب ليه المشكله في اللحوم؟ ان بدات الفلاحين وبعض الناس يتراجع عن التربيه شويه عشان سعر الاعلاف زاد عليه. طيب في الدواجن حصل ده من شهرين فاتوا، تراجعوا عن الانتاج، وحتى في هنا سوق موازي للانتاج تاني، انتاج من البيوت، البيوت تراجعت عن الانتاج. وصلوا ايه؟ كان بيقول لك العلف بس بقى ب 17,000 وبقى ب 17 جنيه و 20 جنيه. اما حصلت الفجوه بتاعت الانتاج البيوت العاديه ما جابوش سعر ده بقى، ده تضاعفت عليهم غلاء الاسعار، لان انتاج البيوت حد ذاته بيوفر السعر برضه. فحتى لو انت كنت انتجت في الفتره اللي فاتت دي ما كنتش وصلت الكيلو الدواجن ب 100 جنيه. كنت هتوقف السوق اللي قصاد منك، ان بقى الاعتماد كلي على منتج الدواجن وهو كان عنده اختلال في فتره معينه رفع السعر، اتحكموا في السوق. النهارده البرازيلي نزل، طب نزل عشان نستريح؟ لا، ده احنا نزل يدينا نفس عشان الناس في البيوت كلها محتاجه اسعار داخل المواسم غير المواسم، احنا بنستهلك ده يوميا، محتاجين ان الفتره دي نظبط اوراقنا في الاعلاف، اسعار الاعلاف في الزراعه ودعم الفلاح اكتر من كده كمان. الفلاح هو اللي يقدر يظبط الميزان دوت، لان الفلاحه ديت او الزراعه مش واقفه على قمح وذره يا فندم، واقفه على زراعه مزارع الفراخ، مزارع السمكيه، مزارع الماشيه، كل ده اديله الحريه في اسعار الاعلاف، اديله الحريه، ندعم اسعار الاعلاف، ندعمها شويه، هتعود مردود طيب على المستهلك المصري. طيب نرجع للمبادرات تاني، عايز اتكلم على توسيع قاعده المشاركه من جانب التجار في المبادرات دي، وبالتالي حجم المشاركة لما بيكون كتير الأسعار بتكون أهدى شوي. وزارة الداخلية والغرف التجارية كان في ملحمة الشهرين دول، احنا عندنا المبادرات متوسعين فيها جدا المرة دي، وحصل حاجة من التجار. التجار هم اللي بيجروا دلوقتي، يعني احنا كان في اتصالات لان ده تنسيق مع وزارة الداخلية والغرف التجارية والمحافظات، ان الناس بتشترك رسمي، تشترك رسمي. المبادرات دي والشوادر هي اللي باعت كميات كبيرة، سوق التجاره هادي، يعني هادي بالظبط في المحلات وكده. ولاحظنا على بعض الشوادر الزحام الشديد، وطبعا نظمته حاليا وزاره الداخليه، ليه الزحام الشديد حصل على تعمدنا المره دي في الشوادر والقوافل توفير كميات كبيره. الكميات الكبيره بتزود المعروض، بتنزل السعر، فبدات التجار عايزه تشترك. ولذلك ايه اللي حصل في الفتره دي؟
اشترك معانا المنتجين نفسهم الشركات، يعني التجار كانوا واخدين حيز كبير جدا من الاشتراك قبل كده، تجار محترمين ومشاركين، لان كنا نشدنا وكلمنا التجار قبل كده. واجب عليك مش فرض، هو واجب عليك في منطقتك لما تعمل شادر وتخفض الاسعار في ظل ظروف واضحه للجميع. مفيش حد ايه يقول مفيش غلاء اسعار، لا، في غلاء اسعار ده عالمي والمشاكل في كل بيت. صحيح. فالتجار كل تاجر في منطقه، انت كسبت كتير من منطقتك والكلام ده كله، اعمل معرض بيه وانت مش هتخسر. هقول لسيادتك على انت لا. مش هتخسر لو ما عملش. انا هقول لك هيخسر ليه بقى، احنا مش بنراقب السوق والتجاره. الفتره اللي فاتت دي اكثر من شركه بدون ذكر اسامي وفيها السلع، بعض السلع اساسيه، تراجعوا عن قائمتين اسعار. يعني في ناس بتقول ارفع اسعار، ما باعش. لما رفع ما باعش، رجع بالقائمه تاني. التكاليف عاليه، انا معاك التكاليف عاليه والخامات عاليه، بس انت في الفتره الحاليه في تكاليفك انظر للمستهلك، ما تراهنش على المستهلك ان هيشجعك. المستهلك انت عارف سيادتك دلوقتي معانا منتجين جدد ومصانع جدد، وانا بقى الحته دي ذكرتني بحاجه كويسه بصراحه، يعني انا اطلبها من الدوله. انا عايزين نشجع المنتجين، صغار المنتجين، مصانع الزيوت الصغيره، مصانع الاعلاف الصغيره، مصانع اللي هي المشروعات الصغيره، صغيره جدا. دي يا فندم دي اللي نفعتنا في اوقات في سلاسل الامداد. الشركات الكبرى، بعض الشركات الكبرى حجبت البيع. وطبعا احنا الدوله، احنا في التجاره بنتكلم، الدوله مش هتقعد تكلم الشركات، ده استثمار. والمناخ في مصر في الاستثمار، جميع الشركات كسبت بنسبه كبيره، عملوا اعلى ارباح، العالم كله يتمنى يستثمر في مصر. انا معاك. حضرتك بتتكلم، بس النقطه اللي حضرتك ركزت عليها اللي هي فكره تشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه من جانب الدوله، حضرتك شايف ايه؟ يعني ندعمهم اكتر في المعارض، في تخفيف الضرائب، يعني اللي حضرتك شفته منهم ايه؟ انا بالنسبه لي شفت في السوق، وانا لما كنا بنحب يعني نوزع السلع في المعارض ومعانا قوافل وبنوزع في اماكن كتير، فشفت الناس المصانع الصغيره دي يعني كانوا تجار ولاد بلد محترمين ربنا كرمهم، وناس عملت مصانع وكبرت، لقيت فيهم الروح الطيبه. لقيت في المصانع دول ولاد مصر، المصانع الصغيره دول ولاد مصر اللي هم يعني انا اكتر مساهمه معاك محتاج. ده هو يقل ايه عن المستثمر الكبير في اي دوله؟ هو مخ مصر كبير وعايز يشتغل. لا، هو الصغير ده هيكبر، بس محتاج مسانده من الدوله. في ايه؟ الجهات كلها لما تخش عليه تساعده، ومنتجه يتعرف كمان، وفي حاجه صغيره في المنتج كمان يتعرف. يعني في شركات دلوقتي، انا هقول لك شركات مالتي، ما بقتش كان زمان سيادتك المصنع قبل ما يشتغل يقعد صاحب المصنع كده تقول له الحجم ده، يقول لك اصل مش هيعجب المستهلك. النهارده بيدور على السعر ايه اللي يغلب بيه المستهلك، اللي يضحك بيه على المستهلك. فانا بقول للمصانع الصغيره دي كتير اطلب من الدوله، يعني اتمنى يعني رجاء من الدوله يدعموهم ضريبيا، يدعموهم تامينيا، يدعموهم في كل شيء، وهم يقدموا مردود طيب. يعني ليه دول منظومه طالعه؟ عايزين نكبرهم، لان دول محتاجينهم هم يكبروا عشان يصدروا. انما الشركات الكبرى، بعض الشركات الكبرى كانها كله مشغله على الاستيراد. فاحنا عايزين ندعم الشركات الاول اللي هي المصانع اللي هي لها في الزراعه وتنميه الزراعه وتصنيع الزراعه، بالاضافه لمصانع تانية كتير. يعني تنشيط المبادرات دي في تقديرك من خلال التجربه الفعليه على ارض الواقع محتاج ايه؟ تنشيطها كمان من جانب التجار وحتى كمان من جانب المستهلك، لان في ناس كتير جدا عندها انطباع عن هذه المبادرات او هذه المعارض ان كفاءه المنتجات اللي في هذه المعارض مش بالمستوى اللي هم متعودين عليه. يا فندم احنا عندنا المعارض واللي في المبادره والشوادر والقوافل والتجار الشركه، ده ملحمه كبيره. كل البراندات اللي في السوبر ماركت هي اللي في المعرض. اعلى البراندات في المعرض. وكلها عليها خصومات بدون ذكر اي منتج ولا تمام. ليه؟ كلها عليها خصومات ومتوفره بكميه. ده اقل شيء انا بنصح اي تاجر اللي بيعمل معرض، ده انت لو بعت بسعر الجمله لو انت تاجر كبير حليت مشكله كبيره. المنتجات كلها سليمه، المنتجات فيها اشراف تام من وزاره الصحه ومن وزاره الزراعه. كل المنتجات دي اعلى البراندات، يعني مش هقول منتجات خاصه، لا، ده براندات كلها. اللي موجود هنا هو اللي موجود هنا. بس حصل ايه؟ وفرت السلع بره بدون حلقات، بدون ضغط من بعض الشركات المنتجه، خفضت السعر. بدا حاليا دلوقتي حاجه عجبتني في الاسواق، الواحد بيشوف الاسواق ال 15 يوم دول في شعبان، انا شايف يعني شراسه في المضاربه لنزول السعر. يعني في شركات، بعض الشركات بتقول دلوقتي انا عايز ارفع اسعار. انا شايف التجار العكس بيتضاربوا دلوقتي في السوق بسبب المبادرات وتوسع المعارض. في المعارض عند حضرتك بينزلوا بالاسعار ليه يا فندم؟ هقول لك ليه السبب اليومين دول، عشان برضه بقول للمستهلك خلي بالك، الرز فيه مستورد نازل قريب، الرز كتير عند الناس وبقول لهم كفايه كده، واللي عايز يخزن يخزن. الرز
اخرك. انا بتكلم عن منتج الرز عشان مهم قوي اللي مدير كان فيه مشكله. وكلها 10 ايام وخلاص شكرا، لان احنا في مبادرات اهل رمضان وكلنا واحد، ومبادرات بقى لنا شهرين كلنا واحد ما فصلتش. مبادره 23 من 3/22 لحد النهارده ما فصلتش. زاد علينا زودنا الشوادر، جت علينا اهل رمضان توسعنا بكميات كبيره. عملت ايه؟ السوق قبل رمضان يكون فيه هدوء وفي تشبع بالنسبه للمستهلك. جميع مستهلكي مصر حاليا في كل مكان بيشتري السلع عشان خاطر موسم رمضان وكده. الكميات دي هتعمل ركود عند التجار، انا بقول كلامه عارفه، يدخل على العيد الكبير لحد العيد الكبير. فبالتالي انا بقول للتجار ما تخزنش الهدف، او يعني محدش بيشاركك للمستهلك، شرعتك حره طالما فضحتك عندك وفضرتك. لا، احذر من الاكسباير، لان حاليا المستهلك بدا يرشد نفسه في سلع كتير. وده هيفرق كتير مع التاجر. ثقافة الشراء بالنسبة للناس اختلفت فعلا، فبالتالي كمان ده هيأثر على حجم البضاعة عند التجار بشكل كبير. انا حاليا انا عجباني الثقافة اليومين دول في حتى في المشتريين كلهم، الستات البيوت، الناس كلها بدأت تركز على السلع الأساسية. وأساسية الأساسية، يعني في أساس كده ملوش لازمة برضه بدأ يستغنى عنه. وده عمل مشكلة في حاجات كتير للشركات الأخرى. هي الشركات الأخرى هيرفعت سعرها كتير تمام. المستهلك بدأ ما هيروح فين يا فندم؟ احنا بنتكلم احنا واقع صح، كلنا شعب مصر صح، مفيش حد فينا إلا لما عايش هو عنده دخل معين بيحاول يظبط نفسه بيه، هو ثابت. وكان عنده المرتب الثابت ده 1000 حاجة بتسحبهم منه. بدأ النهاردة كل شيء ملوش لازمة، ما هو لو ما رشطش ومشي على اللي أجدادنا علمونا عليه وأهالينا في الزمن، الحمد لله تلت الناس اللي موجودة من زمان حافظة أعمل إيه في الأزمات، هيحصل مشاكل في البيوت. بيوت بيحصل فيها مشاكل عشان عدم التنسيق. الأسعار زادت في كل مكان زادت. طب أنا زادت عندي دلوقتي هموت نفسي؟ ما هو مفيش حل إلا لازم أستحمل لحد ما أعدي. إيه اللي هيعديني؟ الإنتاج. طب الناس تعمل إيه في الفترة الحالية؟ على الأقل خالص إحنا بنقول لك أنت معذور وحقك، ومفيش فرار خالص من الغلا، احنا خلاص عرفناه كل حاجه. على الاقل خالص استغنى عن حاجات ملهاش لازمه توازن معاك. طيب حاجه تانية، طب يا عم الحاج الفقير هو مستغني اصلا، عشان ساعات يقول لك هو الفقير وبيجيب الحاجات، اما الفقير ما بيجيبش. طب بنقول للغني بقى والمبسوط ارشد على قد ما تقدر في استهلاكك، خد اللي على قدك اول باول، لان السلع طول ما زاد عرضها ينزل سعرها. لان العمليه مش زياده اسعار، احنا بنراقب زياده الدولار، زياده الاسعار في المستورد ماشي، احنا موافقين ان شفنا وده علينا كلنا وامر واقع. طب المنتج ولا الشركات اللي بتزود اكتر بقى الضعف وضعفين الضعف مبالغ فيها في جدا. ناس زودت يا فندم لحد 300% او 200% من اول الفرق الدولار، احنا وصلناش لكده. اي لا، ما هو فكره بقى يلا غلا، يعني كل حاجه غلا يلا غلا. ويقول لك بقى يعني مثلا لسه من كام يوم مثلا البنزين غلى، احنا ده امر واقع خلاص غير البنزين. في السلع بقى الغذائيه تلاقي الفرق بقى قد غلاوه البنزين خمس مرات. لا انا يعني بتكلم انا في السلع الغذائيه، مفيش تاثير خالص في السلع الغذائيه في زياده البنزين نهائي. ده في المعارض ولا بشكل عام؟ لا في بشكل عام، لان احنا كل شغلنا في السلع الغذائيه، في النقل، في التصنيع، في الزراعه، في اي شيء بالسولار، والسولار ما اتحركش خالص. فبالتالي ما يبقى عيب قوي ان نيجي مثلا حد تعرفه يقول لك المواصلات زادت. لا مفيش مبررات خالص، مفيش اي مبررات خالص. طيب عايز اسال سيادتك في المعارض بتعملوا ايه في اللي كنا لسه بنتكلم فيه، اللي سيادتك بتطرحه في يعني فكره جشع بعض التجار اللي هو عايز يحقق اكبر قدر من المكاسب بصرف النظر بقى عن احوال الناس، بصرف النظر عن ان زياده الدولار لا تتناسب مع زياده اللي هو عاملها، يعني بتعملوا ايه مع الشركات دي؟ يا فندم احنا كلنا تجار وكلنا موزعين وكلنا مشاركين. وبخبره التجاره انا شايف المنافسه بين التجار، يعني ده قله قليله اللي يبقى عندها حته جشع التجار. وبرضه اشرح لحضرتك برضه عشان يبقى الكلام واضح، هم مين؟ اي تاجر فاتح معرضه وبيبيع ده مش محتكر نهائي، طالما فاتح وحاطط السلع وطارحها للجمهور واسعاره تمام واوراقه تمام ما فيش غبار عليه. بعض التجار اللي بيقفل على البضاعه، ان كان بقى مستورد، ان كان منتج، ان كان تاجر برضه قافل، ده هنا نوع الجشع. وانا لاحظت في التجاره بخبره سنين ان اي شيء زاد عن حده اتقلب لضده. النهارده اللي كان راكن شويه مثلا سلع معينه من السلع الاساسيه عشان دخلت رمضان، ما هو بعد شهر شعبان الاسعار تقف. تقف ازاي؟ بالنسبه للاسعار الحاليه السحب بيقل، ملناش دعوه باي غلا طبيعي او غلا عالمي، ده ملناش علاقه بيه. السلع بتقف نموها في البيع خالص، هو ده الموسم بالنسبه لهم يا فندم. بدرجه ايه؟ بنبيع حاليا المبيعات تقريبا من 300-400% من منتجات المبيعات السنه بشكل عام. فبتعمل وقفه حوالي 3 شهور تاني بعد الموسم عبال الناس بقى بتشم نفسها تاني وتبتدي اللي مش هيبيع بيقدر يخش في ايه؟
في اللي يتقلب ضده ان ممكن يجي عنده اكس باير، البضائع بتاعته هتقل صلاحيتها بيقل سعرها وبيخسرها. وده حصل ان الشركات رجعت، انا مش عايز اذكر، رجعت منتجات البان وغيره وغيره الفتره اللي فاتت دي رجعت بالاسعار بسبب الناس ما وافقتش على السعر المبالغ فيه بالزياده، رجعت القايمه رجعت الاسعار الفتره اللي فاتت. فالتجار مضطره ان لازم التزم ابيع باسعار السوق، هحتكر عشان اغلي مش هتعرف، المنافسه زادت. طب المنافسه بين التجار شديده، طب والاشد المعارض طرحه بكميات كبيره، فالمعارض عملت سوق موازي. خلاص السوق الموازي بقى خلاص بقى قريب من ده جدا. طب فكره برضه بعد المعارض الناس هتعمل ايه؟ انا موضوع المعارض طبعا تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء ما حددتش ليها نهايه، لكن فكره لو بعد رمضان المعارض يعني ما بقتش موجوده. انا عن نفسي انا المعارض دي انا بعتبرها حاجه مسكنه. ليه بقى؟ يعني طب هي موجوده في مكان وفي قرى مش موجوده، موجوده في مدينه وزهره ومش موجوده في قرى كتير واماكن كتير. انا مش عايزين كده، احنا عايزين حاجه للدوله تبقى قايمه. ان المعارض دي يعني جت مسكن او في مواسم كده، نقول مثلا المواسم دي عشان نسبه المبيعات زايده ماشي انا موافقين نعملها، انما بعد رمضان طب ما في اماكن كتير ما فيهاش معارض، ما فيهاش شوادر، ما فيهاش سلاسل كبرى. حلو الكلام، هنعمل فيها ايه؟ هنعمل فيها عايزين بقى معاليك ان الدوله تقف مع التجار، مش هقول بقى مع التجار، مع الشركات، ان تزود المعروض، ان المعروض يزيد، التجار يبقى عندها المعروض زياده، الشركات تنتج بزياده، اساعد الشركات المنتجه الصغيره ان هي اساعدها، ما جيش ان الشركات المالتي يبقى عندها المنتج. زي بالمثل هنقول في عندنا 1000 مصنع زيت بيعبوا، ودول بيغطوا الدوله من زمان الصغيرين، يجي عليهم الشركات الكبرى في مصر ممكن يقفل عليهم الخام. طب ما ده مش كويس، احنا لا عايزين ندعمه بقى من جانب الدوله، يبقى في شغل متواصل من الدوله عشان السلع دي هتوصل للمحلات الصغيره. صح، يبقى في توازن، والدوله تراقب زي ما حضرتك طرحت الفكره دي، الدوله تراقب الكبار يا فندم، الدوله اللي بتحكمه في السوق في كل المنتجات مش بس في الزيت. يعني انا مش هراقب الصغير اللي فاتح وطارح، انا عايز الام من فوق اللي صح. قافل اللي بيدي الصغير قافل ليه؟ عندك مشكله احلها لك، يبقى خلاص احنا عرفنا المشكله من عنده. انما ما عندكش واقفل على سلعه او اقلل الانتاج يضطر انك انت تتعمد انك تحدد تاخد ارباح زايده عن اللزوم، المستهلك خلاص ما عندوش استطاعه كده هيستغنى عنك. وانا لاحظت دي في منتجات وبراندات ما كانش العميل بيستغنى عنها نهائي. الموسم ده شفت في جميع الطلبيات ودخل قالوا لا شكرا يا فندم، بقى يمسك كيس الرز يشوف ده ايه وده ايه، ولقى الرز واحد ده عنده منتجات جديده جودتها اعلى، السمنات والزيوت، مصانع جديده جدا، حاجه جميله جدا طالعه ومنتجات جميله بسعر اقل. المنافسه دي عايزين الدوله تدعم ده. ده كلام مظبوط جدا. انا بشكرك، نورتني الاستاذ احمد المنوفي مستشار الغرف التجاريه واحد مناظمي مبادره كلنا واحد، نورتني فيها. شكرا لمعاليك يا فندم. شكرا لمعاليك. انتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوار خاص قادم باذن الله. شكرا لكم والى اللقاء.